هو أنا أقدر أنسى أهلي وناسي؟ وعلشان أثبت لك إني ما نسيتك شوفي يا شاب لك هذا عشاني؟ وانت تستاهليها يا الغالية. الله يخليك لي يا صالح، مشكور يا الغالي مشكور. الله لا يحرمنا من بعض. آمين. تتذكر يا صالح؟ تتذكر هذه المكبة؟ تتذكر ولا تريدني أذكرك إياها؟ هذه
هذه المكبة غالية علي يا صالح. خلاص أنا قررت إني أبيع اللي داخل هذه المكبة. أنا عارفة إن هذه الأشياء غالية علي، لكن الله كريم، إذا ما كفانا نبيع الأغنام اللي عندنا. الدنيا دوارة يا صالح وما حد يبقى على حاله، لكن صدقني الله ما ينسى عبده والله كريم. طيب طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام. انت مسافر مع النوخ هذا اليوم بعد صلاة العصر؟ نعم. شايف خاطرك؟ انت تحمل الامانه؟ رقبتي سداده. بو مشعل، انت ليش ما تتكلم؟ زين رد علي وانا اكلمك. زين انت من الصبح مو ماكل شيء، اقوم اسوي لك لقمه تاكلها؟ سالفته. لا 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 لا، اكيد احد مسوي لك شيء علشان كذي مو قاعد تكلم. لازم أبخرك، لازم أبخرك. الدنيا تدور في راسي والضوء، الضوء تاكل في قلبي. شو أسوي؟ دم أخوي أحمد برقبة زوجة أخوي سلطان، وأنا بالع الموس على الحدين. سلطان لو عرف بيروح فيها، والخوف الكبير من أن الكل يتهمني وأنا اللي أروح فيها. لا أنا قلت مسوي له عمل، واللي في العمل ما تحمل بخور البهان. ليه ما تحمله؟ عشان كذي نحاش. انت متأكد من هالكلام؟ هذا اللي قاله سعيد وانا متأكد منه، ما يكذب. زين وينه؟ وين مختفي يا سالم؟ مش معقول لا غرق ولا هو موجود، وين مختفي؟ السر أكبر من كذا، وصدقني يا عمي الأمل كبير إنه ما ميت. كلامك صحيح يا سالم، بس وينه؟ أو طرف خيط يدلنا عليه. كلام صاحبك هذا سعيد أكيد غلطان، في غلط. تريدني أجيب لك سعيد وتسأله بنفسك؟ هو أكد لي إنه شاف حياة أبوك وسأل عن ماجد. سالم أنا عندي لك سؤال، من هذيك اليوم اللي خبرت فيه سارة عن مكان حمدان، هذا السؤال دايما في بالي. تفضل عمي اسأل. أشوفك مهتم بموضوع ماجد والعائلة أكثر مني، ليش؟ البيت هذا أنا تربيت فيه وما كل من خير يا عمي،
وحتى أم ماجد ما قصرت مع زوجتي، ما خلتها محتاجة شيء، وحياة المرحوم عمي كان لما يوزع الصيد على الصيادين يقدمني أنا في الرزق، يعطيني أكبر صيدة. وحتى أنت يا سليمان كنت تأمني أسرارك. لما توفى والدك كأن أبوي متوفي، كنت أدور أي شيء علشان أفرح قلوبكم فيه وأفرح قلب المسكينة أم ماجد. وأول ما عرفت السالفة جيتك البيت على طول، بس ما تستاهل يا سليمان. ما علينا، اسمعني يا سالم، هذه السالفة ما أبغى أحد يعرف عنها عشان هالموضوع ما يوصل لسارة، ولا ترك بتشوف شيء ما شفته من قبل. إن شاء الله اللي تشوفه. يا ريتني ما جيت وخبرتك. أقول لك ولدك حي، تسألني أنا ليش أهتم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الحين أنا لازم أتصرف، ترى لو عرف أن الخبر وصل لسارة بيقول أنا اللي تكلمت. الله يستر منك يا سليمان، الله يستر. كله وأدور علاج حق خالد، لأني وعدت أحمد الله يرحمه وأبيك تكونين معي. عفا عليك، أنا إيش قلت لك من البداية؟ ما قلت لك إن بحط إيدي في إيدك وبنعالج هالولد؟ عزيزة وغالية، الله لا يحرمني منك، أنا ما أدري بدونك إيش كنت أقدر أسوي. سوي برياني دياي. تعرفين انا بسوي حق خالي شيء، بس ما بقول لك عليه، وبعدين لين استوى بتدعين لي ان شاء الله. بشرى المنى. للطلب تواصل معنا بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أكيد سارة بترجع بعد ما تعرف الخبر، وسليمان ما بيسكت على هذا الشيء. ايش تسوي يا سالم؟ ايش تسوي؟ اها، بس ما في غير حل واحد، اني انشر الخبر بالبلاد كلها وخليه عاد يعرف من وصل الخبر لسارة.
بتضيع السالفة بين الناس كلها. هاي أختي يا سارة، كيف شفتي شغل جديد؟ إن شاء الله ما شايفي صعوبة؟ الحمد لله بدت الأمور تتحسن، والبنات اللي أشتغل معاهم بصراحة والنعم فيهم مستورة والحمد لله. أنا تعبانة بدخل داخل بنام. روح ارتاحي. ابو مشعل ايش فيه؟ من مده ما مر علينا. اي انا اقول بعد بعادته يتاخر علينا من يوم موتت ناصر، لا يمر لا يسأل. شو السالفه؟ ايش دخل موتت ناصر في السالفه؟ انا ايش دراني؟ هذا اللي حسيته انا من ذاك اليوم. كان يتحكى باشياء ما فهمتها. ايش كان يقول؟ ما حطيت بالي. تدري أنا زهقت من قاعدة البيت، بروح أتمشى شوي برا. تعال إلا تقول إيش قايل. وأنت ليش مهتمة بالسالفة؟ خلي يقول اللي يقوله، إحنا شهمنا. ياه لا بس بغيت أعرف يعني ليش قاطع. المهم تبي تروح تتمشى روح تمشى، بس لا تتأخر علي. تكفي ما أحب قاعدة البيت بروحي. إي بتمشى. ها هو شوكة في حلجي يا ابو مشعل، شوكة. الحين زين، الخبر وانتشر بين الناس كلها، وخلي سليمان يعرف من اللي وصل الخبر لسارة. حرمتني النوم يا محمود، سوعدك احرمك اياه انت واهلك بعد. انا مثل ما قلت لكم هذا الولد طايح في شمل الاماكن وما حد يدري عنه، والافضل من الناس تروح تدور عليه. اسمع هذا الكلام، قلنا لك الولد ما يشوف، تقدر تقول لي كيف بيمشي عشان يطيح؟ هذا السؤال يحير الناس، الولد كيف اختفى؟ أقول لكم شيء أنا متأكد منه، الولد مسروق، وغير هذا الكلام أنا ما عندي. لا 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 لا، أنا ما أعتقد. بقول لكم شيء، لكن ما أتوقع أنكم تصدقونه. قول ترك شوقتنا. وسليمان كان ما مرتاح إن حفيدي يكون أعمى، كان وين ما يروح ياخذه معه. أكيد إن الولد مات وبسليمان دفنه، ومات بسليمان ومات سره معه. أنا متأكد إن الولد مسروق، واللي صار قلنا نفس اللي حرق المزرعة. ما أتوقع اللي حرق المزرعة له علاقة بموضوع ماجد.
معقولة؟ معقولة هذا الكلام؟ موضوع مثل هذا ينتشر في البلد كلها ولا واحد فيكم يجي يخبرني؟ أكيد أنت السبب يا سالم، تراك تعرفني زين. عمي الله يخليك، أنا وش دراني؟ أنا أصلا بنفسي تفاجأت بالخبر، وتعرف الخبر من أمس منتشر، وما غريبة يكون سعيد اللي نشره. صبح، أنت من وصلك الخبر؟ البلاد كلها عنده خبر عمي، مثل هذه الأخبار تنتشر بسرعة مثل أخبار الموت. أنا بعرف أتصرف، بس أتمنى ما يكون اللي في بالي. عمي أنت تعرف البلاد والحريم، يمكن سعيد خبر زوجته وزوجته خبرت جارتها. أنا ما هذا الموضوع اللي قلقني اليوم زعقني الحين، شيء أخبار عن محمود ما بين له خبر للحين. هذا الموضوع ترى حرمني النوم، فاهمين؟ نفسي أعرف، نفسي أعرف من هو اللي ورا كل هاي السوالف اللي تصير معاي. وين راح ابو مشعل؟ وش اللي صاير؟ اقعد من النوم ما القاه، هذه مية حاله. انا لازم اتصرف علشان لا اخسره. تفضل يا اخوي تفضل. هذا بيت حمدان؟ هذا بيت حمدان، وصلت. تفضل، ايش حاجتك؟ بغيت سارة. سارة؟ وليش بغيت سارة؟ ومن راسلين لك؟ سموحة اخوي، عندي رسالة لسارة، وهذه الرسالة امانة، وما ابلغها الا لسارة. رسالة؟ هذه سارة. انت سارة؟ خير ان شاء الله. ايش صاير؟ ابشرك، في اخبار طيبة عن ولدك ماجد. في اخبار تؤكد بان ابو سليمان لما نزل البحر ماجد ما كان معه. انت متأكد؟ يعني ولدي ما مات بالبحر؟ انا قلبي كان حاس، قلبي كان حاس ان ولدي حي، قلبي كان حاس ان ولدي حي. ناصر ومات، وهذا زين، بس المشكلة الحين الكل راح يتساءل عن السالفة وتحقيق، ويمكن لا ما أتوقع. أنا لازم أفكر بموضوع الحل الأخير. كل الاتهامات اللي موت أحمد يا براس أبو مشعل، وهذا يعني طبعاً له علاقة بموت ناصر، لأن ناصر باعتراف بو مشعل كان يراقب أحمد بنفس الليلة اللي انضرب فيها، وهذا يعني ناصر قتل أحمد وبو مشعل قتل ناصر. علشان شنو؟ عشان يخفي الجريمة الأولى،
بنكون بهالطريقة ضربنا عصفورين بحجر واحد. من قال عني أنا مو داحية؟ داحية. خلاص يا ماجد، أقصد يا خالد، ماجد نسيناه من زمان. الحمد لله. خلاص حبيبي، الحين بنروح عند الطبيب. بسم الله عليك. يلا يلا حبيبي، يلا ماما، يلا بسم الله. وهذه حالته، قلت لكم يطلع من الصبح ما يرد إلا تالي الليل، حتى كلام ما يقعد يكلمني. هو مضايق من سالفة أحمد، وبالذات لما اتهمت خديجة. معذور الريال، عقب ما صارت هالسالفة معذور. بعد من طار الورث لازم بيتضايق. خلي السالفة علي أنا، أنا بحاكي وما بيصير له خير. أنت تفضلي روح البيت، يمكن يبو مشعل وما يحصل شيء هناك. تفضلي. إن شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. أكيد بيتضايق. طار عقله عقب ما طار الورث. باتم على هالحالة أنا لازم أتصرف ولا أتم ساكت كذي. أنا بروح حق سلطان وأقول لك كل شيء، واللي يصير يصير. ما يصير يا أم ماجد تسوينه، إيش تستفيدي؟ سامحنا أخوي حمدان، بس أنا لازم أروح. زين سمعيني، إحنا ما نقدر ننكر أن في سر في الموضوع. إذا ماجد ما راح ماجد البحر، وين الحين؟ بس تحصن ولدي عايش. أنا مصدقت إنك يا أختي يا ماجد، وإن شاء الله بإذن الله راح تشوفي. زين أنا بروح معاش. لا لا أخوي حمدان، أنا بروح وحدي، ما أبغى مشاكل مع سليمان. أبو الولد ما أروع طعم الشجاعة، غنية بطعم القشطة الشهية. مربعات جبنة أبو الولد الجديدة، تذوقوها الآن. مملكة الأميرة المدللة. للحجز تواصل معنا. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كن أحد الرابحين لسيارة كرايزلر 200 LX. يمكنك الربح من خلال شراء تذكرة حضور البرنامج للدخول في فرصة الربح كل يومين، أو إرسال رمزة على الأرقام المبينة على الشاشة لربح سيارة كل أسبوع. هل تعبت من البحث بين شركات التأمين لاختيار الأنسب لك؟ شركة النهضة لخدمات التأمين توفر لك الوقت وأفضل الخيارات للتأمين. نقدم لك خدمات التأمين على السيارات والشاحنات والمعدات، التأمين على العقارات والمباني، التأمين الصحي على العمال والموظفين في جميع الشركات، التأمين على السفر، التأمين ضد الحريق والفيضانات والكوارث. تواصل معنا
بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الطريق إلى الفوز تمر بي. معلومات عامة، حظ، تخطيط. العقرب، طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون سلطنة عمان. منيت وانت ساكت، وبعدين شو بسوي في روحك؟ انا بقوم اسوي لكم شاي تشربونه. هسكت اكيد وراها شيء. تحكي قول يا اخوي. شو اقول يا اخوي؟ من وين ابتدي؟ اذا في اي شيء قول، انا بوقف معاك. انت توقف معاي؟ مو انا اللي محتاج توقف معاي يا اخوي. ايش تقصد؟ حكي كله الغاز، وبعدين زوجتك توها طالعة من هي تدور عليك. لا، مو أبو مشعل اللي أعرفه، أكيد فيك شيء. ترى الحلقة وصلت للطن، وما عاد للدنيا أمان يا أخوي، ما عاد للدنيا أمان. أنا لازم أتصرف ولا بروح بداية. وش سويت بعمري؟ لا، أنا ما دام بديت بشيء لازم أخلصه للنهاية، والنهاية قربت. الله يعطيك الصحة، أنت كلش بركة والنعم فيك وفهلك. ما شاء الله اليوم الضحكة تارس الوقت. الله لا يحرمني منك يا الغالية. تغيرت؟ أشوفك كأنك تكدرت. موضوع هذه الرسالة هو اللي مخليني أفكر في كل وقت. مشكلة إني ما قادر أرسلها مع أي حد، لأن أبو سليمان ما يريد حد يشوف إيش في داخل الرسالة إلا أصحابها، وأنا الحين استوت لي مدة طويلة ما مشيت أشوفهم موجودين ولا ما موجودين. إيه يا أبو يوسف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت سويت اللي عليك. ارتاح يا ركيان، خلاص انا بريحك، انا بروح واشوف البيت بنفسي. المهم انت ارتاح ولا تشيلها. اعطيني ماي. قلت الولد تايه او طاح بحفره او اي شيء، بس الولد اعمى
ومن بعد سالفة الطيحة الخوف خلاها ما يقدر يمشي بروحه. زين عمي، يمكن عمي أبو سليمان الله يرحمه رسلوا حالكم عند قده. لا لا، ما أعتقد. عمي أبو سليمان ما بيرسل ماجد عند حد ما يعرفه. وخلونا نقول إنه رسله، أكيد الحين بيرجع. لو كان ميت كان الحين ارتحنا وعرفنا، بس كذاك بتظل أرواحنا معلقة فيه. يا عمي خلونا ندور عليه في كل مكان وكل زاوية، لا بد ما نحصل شيء يدلنا عليه. أنا اتفق معك، خلونا نروح ندور عليه حتى من الحين. إيش قلتوا؟ وكل أهل الحارة يدوروا، صارنا يومين بنت الحلال ندور لكن ما لقينا حتى أثر. الله يعينك يا سارة، لو بيحصلوا حتى لو ميت ترى بينسوا، لكن لو ظلت السالفة كذا معلقة هنا المشكلة. يا الله هذه القساوة اللي في سليمان. سليمان من يوم يومه ما يريد سارة، ولا في رجال يرفض والده، لكن سليمان ما يريد شيء يرجع يربطه بسارة. دارت عليك الدنيا يا سليمان، لكن ايش اقول غير الله يرحمك يا ابو سليمان. ولو ان على مشاكله وما لنا بيني وبينه شيء، لكن هو السبب في مشكله سليمان وساره. تقصد سليمان مع نفسه؟ هيه، كان ابو سليمان يعامل سليمان مثل الطفل الصغير. هذا ما كلامي، كلام ساره. اي يلا الله يرحمه، ما تجوز عليه غير الرحمه. إلا ما عرفتوا من سبب المشاكل اللي يتعرض لها سليمان؟ والله اللغز مثل لغز ماجد، لكن ترى ايش اسوي؟ سليمان متأكد انه محمود، بس انا مستبعد محمود. الموضوع اكبر من كذا. انا رايح الشغل، بغيت شيء؟ سلامتك. اللي جايبك هنا سليمان؟ وين ماجد؟ من متى وانتي قاعدة ما تشوف ايش تحت جيدي؟ قول رجال مرة واحدة واجهني. انا بصراحة ما بغيت افتح عليك جروح. شلون تقدر ترقد بعد ما سوت اللي سوت؟ الله يخليك، فكر في نفسك وفي صحتك، لا تجلس تشوف علي. طلعي برا. بس لازم أنهي هذه السالفة وبسرعة. القساوة والقهر
شفته متغير عليك، والهم يا هم الكبير، والجرح في عيني أسير. أنا الظلم وهذا الأسى خلاني يا قلبي كسير، والهم يا هم الكبير. نظر عيني نظر عيني نظر عيني.